هناك اتفاق ودي بين جميع ممثلي قوائم المترشحين الاثنى عشر بخصوص توزيع القاعات والمنشآت المخصصة للاجتماعات العمومية والتجمعات الانتخابية، الأماكن والقاعات المخصصة للحملة الانتخابية، فإن مصالح الولاية ولاية بجاية حددت مسبقا تلك الأماكن، وأجرينا القرعة بين ممثلي قوائم المترشحين، ونتج عن ذلك تحديد وضعية أو ترتيب كل قائمة مترشحين داخل اللوحة الإشهارية لكل بلدية من البلديات الأربعة المعنية، كل بلدية معينة رمز خاص بها يميزها على باقي البلديات، ولكل قائمة مترشحين رمز خاص بها.